أولا في كل المواجهات التي خاضتها إسرائيل سابقا مع المقاومة، إن في الجنوب اللبناني أو في فلسطين في الداخل، دائما خرجت القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية تتحدث عن أنها وجهت للفلسطينيين وللمقاومة ضربة قاضية، وبأنها ألحقت بها هزيمة، وبأن هذه المقاومة ستأخذ سنوات حتى تتعافى. الذي يحدث بعد انجلاء غبار المعركة بأنه المجتمع الإسرائيلي يصحو على الفلسطيني وقد أصبح أقوى، وبأن مقاومته أقوى، والدليل ما حصل في 7 أكتوبر حينما اتكأت إسرائيل على أن كل الضربات التي وجهتها للمقاومة في سنوات سابقة وفي مواجهات سابقة قد أضعفت المقاومة، فوجئت بأنه المقاومة قلبت عليها الميزان. المجتمع الإسرائيلي يعني يتعطش إلى صورة انتصار، والحكومة رفعت ووضعت نفسها على شجرة مرتفعة جدا حينما قالت بأن الهدف النهائي لهذه المواجهة هو إنهاء حماس كاملة، إنهاءها كمنظومة سيطرة وتحكم في داخل قطاع غزة، وإعادة احتلال قطاع غزة. هذا أنا لم أقل، هذا قالته القيادة السياسية الإسرائيلية. الآن حينما نذهب إلى يعني جرد حساب مع هذه المواجهة بعد أكثر من 6 أسابيع، نجد بأن هذه الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية الإسرائيلية لم تتحقق. حتى جزء من المجتمع الإسرائيلي يقول ما زالت الصواريخ تطلق من قطاع غزة، وما زلنا نمنا بخسائر يومية في المواجهة. عدد القتلى الإسرائيليين هذا على الأقل المعلن من قبل إسرائيل، والأعداد باعتراف جزء من الإسرائيليين مضاعفة، لأنه نشر هذه الأعداد مضاعفة قد يؤثر في الداخل الإسرائيلي بصورة لا تريدها إسرائيل، وبالتالي حجب المعلومة والتدرج في تمريرها للمجتمع الإسرائيلي هو يحمل فلسفة منع تفكك الداخل الإسرائيلي والتفافه حول أهداف الحكومة. هذه الأهداف ليس باعترافي أنا وليس بتقديري أنا، إنما بتقدير كثير من الإسرائيليين، لم يتحقق منها شيء، وما زالت إسرائيل تلجأ إلى الشعارات الكبيرة والدعوات الفضفاضة وشعارات الرنانة لتعوض عن غياب الرؤية الاستراتيجية وغياب حتى نصر، صورة نصر واحدة. هذا الجندي الذي اعتدنا أنا وأنت أن نراه فيما مضى يصور كل شاردة وواردة في سلوكه وفي هجماته وفي تغوله على الفلسطينيين، الآن لا نرى صورة، نرى مجرد شعارات كبيرة. يخرج علينا قيادات الإسرائيلية في مؤتمرات صحفية ويقول سحقنا ومحقنا ودمرنا وذبحنا وغيره، ولكننا في واقع الأمر، وحتى هذا الكلام أنا أتابع الشأن الإسرائيلي، يقول كثير من الإسرائيليين بأنه هذه الضبابية تعتري المشهد، وبالتالي نحن نتكئ فقط على المعلومة التي تردنا من القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، ونحن عندنا تجربة طويلة، هذا يقول الإسرائيلي، عندنا تجربة طويلة فيما مضى، ثم نكتشف بأن كل الذي يقال كذب وكل الذي يقال تضليل. اللي تريد هذه القيادة أن تعوض عن حالة الانكسار والهزيمة، عن مشهد 7 أكتوبر الذي أذاها وضربها في مقتل بمشهد الدمار والإيذاء، وهذا هو الشيء الوحيد الذي استطاعت أن تقدمه للمجتمع الإسرائيلي.